خلونا بقى نستعرض مع كل حضراتكم الرسائل اللي جات لنا والاجابه على السؤال النميس اللي سالته نهاوند في اول الحلقه، بس اتضح ان انا ليا منافسين كتير في مساله الكسل. انا كنت فاكر ان انا متفرد في الحته لا دي. لا لا هتلاقي كتير، انا متوقع يبقى في كتير في الاسره. طب خلينا نبدا معاك بقى. طيب مبدئيا محمد ابو العمده بيقول صباح الورد على اجمل ثنائي في قناه الاهلي، بنشكرك. بيقول ابني اكتر واحد كسول في البيت بسبب قناه الاهلي، قاعد قصادها ليل ونهار. طب ده احنا بنشجعكم على بورصه الرياض. يا سيدي على الكلام الحلو. محمود عزت صباح الخير والورد والياسمينه، احلى اثنين، احسن اثنين مذيعين في مصر. لا والله دي شهاده نعتز بيها. استاذ كريم كوجك، استاذ نهاوند سري، اكتر واحد كسول عندنا اخويا الصغير. انت هتعتزي اكتر بقى بالتعليق اللي جاي. ايه بقى؟ جاي لك من طرف اخوكي محمد صلاح. بعد يقول يا صباح النهاوند الجميل والدوري مي فا سول لا سي وكل الانغام والسلم الموسيقي بانواعه والالحان والطرب على نهاوند اجمل الزهور. ايه رايك بقى؟ طب شغل عالي. طب فين البرنس الراقي كريم؟ والله كويس انك افتكرتني يا ابو حميد، كتر خير. تحياتي ونهاركم سعيد على كل اسره الفتره والاهلاويه. كلك ذوق استاذ محمد صلاح، شكرا ليك جدا. احمد العربي، صباح سعيد على كل اهلاويه، ثنائي جميل، كل الاهلاويه ثنائي جميل، حبيبه بنتي رقم واحد. يبقى حبيبه احمد العربي او تاني شخص معانا، تاني واحده بتنافسني في الكسل. محمد عبد العزيز بيقول صباح الخير على كل الاهلاويه الشرفاء، جمهورنا العظيم. احمد العشري، صباح الفل، اكتر حد كسول، لا تخصصات، كل حد كسول في حاجه معينه. يعني هو هنا بيتكلم بمنطق شويه، ان اي حد كسول في اي حاجه، بس احنا يعني حاصرين الكلام تحديدا النهارده على الرياضه بالظبط. ناصر بعد بيقول صباح الفل على اجمل نهاوند واحسن كريم، اشكرك، وامتع قناه واعظم جمهور، جمهور الاهلي العظيم. انا الوحيد اللي في العيله دي اللي بمارس الرياضه، يعني بقيه العيله هم اللي كلهم كسولين. ما هو بص، يعني احنا حتى لما سالنا قبل كده كام شخص في اسرتك بيمارس الرياضه، طلع يعني مينلي او كان الاكثر من الاجابات ان يا واحد يا اثنين في كل اسره. صحيح. فهو واضح ان هي لسه ثقافه احنا بنشتغل اهو واحده واحده مع حضراتكم ان شاء الله، واحنا من خلال البرنامج ده ومن خلال الاسئله اللي بنسالها دي الغرض منها في الاخر يبقى في رساله ان احنا دايما نحاول نشجع بعض على الرياضه، من خلال كابتن احمد عوض، من خلال ان شاء الله تقارير خارجيه انا وكريم هنروح نصورها واحنا بنمارس رياضه قدام حضراتكم، لعل وعسى نكون يعني كده ايه بنشجع بعض كلنا، فنتمنى ان شاء الله الثقافه دي تتعدل. محمد عقيلي بيصبح علينا بصباح الفل على اجمل برنامج، لا ابدا ما فيش حد كسول غيري. الاعتراف كويس الكسول. جدا. الاعتراف كويس جدا. عمر لطفي، صباح الفل والسعاده على قناه اعظم نادي في الكون، صباح الفل على حضرتك. مصطفى عادل فوده، صباح الخير عليكم يا استاذه نهاوند، انت استاذ كريم احلى ثنائي اهلاوي، بنشكرك ودايما منورين قناه النادينا الوطني. انا الوحيد اللي في العيله اللي بمارس رياضه، اتكررت تاني. شفت ما هي انا توقعت هيبقى كده. صباح الورد من الاستاذ محمد ابراهيم، صباح الورد الاحمر على كل الاهلاويه في العالم، انا كائن نهاري، بصحى 5 الصبح وبنام 10 مساء، بس بكسل اتكلم. مايا احمد العبيدي بتقول صباح الخير عليكم، بس شفت البوست اتذكرت ليليان اختي تحقق، او هي اختها هي اللي عندها الرقم القياسي في الكسل، اخت مايا. تعرف حاجه، في ناس وانا اعتقد من الناس دي بيبقى اوقات كده عندك نشاط، يعني اسبوع ممكن تلاقي نفسك نشيط جدا وممكن اسبوع تاني تلاقي مش قادر تتحرك من السرير. وارد، صحيح. فانا مش عارفه ده راجع، على فكره بجد بتكلم، هل ده راجع لمثلا اكل غلط او تغذيه مش سليمه، ولا مثلا احنا ما بننامش كويس؟ لان مش طبيعي البني ادم فجاه كده يبقى عنده طاقه وبعدين النقيد. بس الناس اللي متعوده من صغرها على ممارسه الرياضه ما تقدرش تعيش من غير ممارستها. دي الناس اللي انت الرياضيه دول بقى اللي ممكن اللي مثلا حد زي حالتنا اللي هو 80% اللي هو نسخن نسخن وبعد كده ما فيش. فانا فعلا نفسي حد حتى من الدكاتره المتخصصين في التغذيه ان شاء الله لما يكونوا معانا في فقرات قادمه نسالهم السؤال ده، ليه بيبقى فيه شيفت كده اوقات بنبقى عندنا نشاط وحماس ونروح نمارس رياضه وفجاه نلاقي نفسنا ما عندناش حماس غصب عننا، يعني حاجه بتبقى خارجه عن الاراده شويه. خلينا نكمل معاك يا كريم. انا ميدو، يا صباح الجمال على اجمل نهاوند واجدع كريم في الدنيا، اخويا سيد ده اكتر حد كسول في الدنيا. طيب ممناجي مولانا، انا اكتر واحد كسول في العيله. وسامي نصر بيقول انا بلا منازع. محمد فوزي عرفات، ليه الاحراج ده؟ انا كسول
في البيت عشان انا في المعاش. لا ده بص بقى احنا هنختم بحاجه جميله جدا. مش مبرر يا استاذ عبد الله الصانع بيقول الحقيقه انا كنت كسول قبل البرنامج بس بعد كده بدات اصحى بدري عشان اتفرج عليكم. الله الله, 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 الله عليك يا استاذ عبد الله. يبقى ابتدى برنامجنا يؤتي ثماره الحمد لله الحمد لله. محمد السباعي بيقول انا اقسم بالله مش بخرج من البيت. انا مش عارف طب دي اشاره لايه بقى؟ يعني دي اشاره لايه بالظبط؟ ومروان حامد يقول ده انا عايش في بيت السلاحف. جاب لك من الاخر. يعني طيب واضح ان الاسره دي مش بتمارس رياضه خالص. للاسف الوقت خلص يا كريم. خلاص الوقت خلص. هنضطر ان احنا يعني نختم الحلقه بس احنا سعدنا بحضراتكم جدا ونتمنى كانت فقرات يعني مفيده وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده بكره و10 الصبح في الاهلي.